وضع وبائي دقيق وصعب مع إيجابية التحاليل التي ما زالت مرتفعة بنسبة 50%، مع التوافد الكبير للمرضى على المؤسسات الاستشفائية بالقيروان. هكذا وصف المدير الجهوي للصحة محمد رويس الحالة الصحية بالجهة. قاعدين نحاولوا باش نستوعبوا العدد الكبير من المرضى اللي قاعد يفد علينا. اليوم احنا قدام المستشفى العسكري الميداني اللي وقع تركيزه أمس بحضور السيد الرئيس المدير العام للصحة العسكرية مشكور اللي جاء، إن شاء الله مش يوقع تركيز 14 سرير إنعاش و6 سرير أكسجين لمعاضدة جهود الصحة العمومية. مازلنا نحولوا في المرضى للجهات الصحية الأخرى، وهذا دليل كونه احنا الطاقة بتاعنا في الإيواء تجاوزت خاصة بالحالات الخطيرة. كما أفاد المدير الجهوي للصحة بوجود حالات صعبة في صفوف الأطفال، بلغ عددهم 11 طفلا منهم 3 حالات خطيرة في قسم الإنعاش. 11 مريض في قسم الأطفال توا، منهم 3 في حالة حرجة في قسم الإنعاش، وذاك علاش احنا توا قاعدين ابتداء من هذا الأسبوع باش نبداو نبعثوا في كثير من التحاليل لستي باستور للتعرف على هذه السلالة. وبخصوص مسألة انقطاع التيار الكهربي أمس الأحد والاضطرابات التي رافقها، نفى المدير الجهوي للصحة محمد رويس تسجيل حالات وفاة في صفوف المرضى المقيمين بالمستشفى الميداني ومستشفى ابن الجزار والأغالبة بسبب الانقطاع الفجئي للكهرباء، وأكد فتح تحقيق في الغرض. فريق تفقد خرج أمس وقت الانقطاع واليوم مازال يعاين ويثبت. احنا ما أكدت لنا إدارة المستشفى الجامعي، ما أكدونا فرق الصيانة، كانوا لم يتأثر أي مريض موجود في المستشفيات متاعنا بانقطاع التيار الكهربائي، لم يتأثر أي مريض وليست هناك أي وفاة ناتجة على انقطاع التيار الكهربائي. هذا وقد تقرر بداية من يوم أمس الأحد فرض حجر صحي شامل بكامل معتمديات ولاية القيروان باستثناء التلاميذ والإطار التربوي والصحي وكل ما من شأنه أن يساهم في تأمين السير العادي للامتحانات الوطنية والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية والصحية بما في ذلك حملة التلقيح. وبخصوص الالتزام بإجراء الحجر الصحي بالقيروان ومدى تطبيقه، تم رصد الوضع عن قرب. قروان ما فيهاش حجر صحي شامل، دور وشوف العباد كيفاش، شوف العباد كيفاش تدور مع بعضها، مش خايفة من المرض اللي موجود في قروان. عباد فهمتي ولا لا؟ داحمة على الموت. الدولة ماشي راعيتنا، يلزمنا نرعي رواحنا، يلزمنا نستحفظ على صغارنا، يلزمنا خويا نحن نكونوا مثال، نحن نشدوا ديارنا. نصيحة للمسؤولين بالله يقوموا بالواجب، نحن سنين نعاونوكم، نعاونوا الناس كلنا، نخدموا مع بعضنا يا رسول الله، علي هاك البلاد باش تضيع؟ ودي برا شوفوا نموت يا رسول الله كالتراب كل يوم عليه. كنجوا حاضرين، محذرين قروان لأي حاجة مش تصير، راهو ما وصلناش للوضع هذا اللي وصلنا له. وأمام تطور الوضع الوبائي وخطورته بالقيروان، أفاد معهد باستور أنه سيتولى خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن نتائج عملية التقطيع الجيني لعدد من التحاليل الإيجابية المصابة بكوفيد 19 للكشف عن نوعية السلالة المنتشرة في الولاية وسبب الانتشار الواسع للفيروس.